باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. بشكر جدا أباء الكهنة أباء الكنيسة قدس أبونا يوحنا وقدس أبونا مرقس على محبتهم وترحيبهم بيا، وبشكر أبونا مرقس أنه إداني الكلمة أخذ بركة الكلمة في هذا الصباح المبارك وأطلب نعمة من الله ويعطيني الرب الكلمة عند افتتاح الفم. استمعنا يا أحبائي إلى تجربة المسيح له المجد في البرية، جربه الشيطان 3 تجارب. وأنا عايز أتأمل، مش هقدر أتأمل في كل التجربة لأنها مليانة تأملات كتير، لكن أنا هتكلم في التجربة الثالثة. التجربة الثالثة، أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. أجاب المسيح له المجد، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. هذه التجربة طلب الشيطان من المسيح أن يسجد له وأن يعطيه كل ممالك العالم. إن سجد له وخر وسجد له. والحقيقة الشيطان كاذب، قال له هدي لك جميع هذه الممالك. طب وإذا كنت أنت صادق في كلامك وهتدي للمسيح جميع هذه الممالك، ماذا تعطي لبقية البشر بالمليارات اللي عمال تغريهم بالعالم؟ فهو كذاب، هو مكتوب عنه كذاب وأبو الكذاب. فالشيطان عامل زي الصياد اللي بيحط طعم في الصنارة، تيجي السمكة تستطعم الطعم يقوم شادد الصنارة فمطلع السمكة وانتزع منها الحياة. هو ده اللي الشيطان بيعمله مع الناس، يزوقهم القليل من العالم ومحبة العالم لكي ينتزع حياتهم ويقتلهم يومتهم، يذبح ويقتل ويهلك. فهو عرض كاذب، لكن هو كمان عرض مرفوض. العرض ده مرفوض، ده طالب من المسيح أن يخر ويسجد له عشان يديله ممالك العالم. ما هو ده اللي الشيطان بيعمله مع كل الناس المؤمنين، عايزهم يخروا ويسجدوا له عشان ويغريهم بالعالم. ما معنى يعني ان يخر الانسان ويسجد للشيطان؟ معناه يبيع مبادئه، معناه ينكر ايمانه، معناه ان هو يمشي حسب فكر الشيطان ويمشي في الشر ويبيع ضميره. فهي نفس الحرب اللي بيحاربها، ده عرض مرفوض. مرفوض لأنه مش ممكن الإنسان يخر ويسجد للشيطان. كان لي أخ ذهب إلى العراق من 30 سنة واشتغل في بلد اسمها بابل، فكان عند الحلاق، فبيقول له الراجل الحلاق: شايف المبنى الكبير اللي قدامك ده؟ قال له اه. قال له ده معبد للشيطان، وانا من ضمن عبدة الشيطان، والمنطقة دي كلها من ضمن عبدة الشيطان. فاخويا قال اعوذ بالله. فقال له تعرف انا لو كنتش اعرف انك انت مصري ومسيحي كنا ذبحناك هنا ورميناك في بحيرة بابل. احنا ياما أتنا مسيحيين في البحيرة دي، أتنا مصريين في البحيرة دي، ليه أنت بتقول أعوذ بالله؟ وابتدى يحاول يقنعه بالعبادة الشيطانية، يقول له الله يأذي بالشر؟ قال له لا. قال له الله بيعمل خير؟ قال له آه. قال له مين اللي يأذي بالشر؟ قال له الشيطان. قال له احنا بنتعبد للشيطان عشان نتجنب الشر بتاعه وضمنين ان ربنا بيدينا خير، فيعني احنا مقتنعين بكده. قال له احنا هنا بنعبد ونسبح ونسبح للشيطان. قال له الشيطان ممكن يرفعك، الشيطان ممكن يخليك
غني، يديك شهرة، بس ايه؟ تبيع ضميرك، تمشي بايه؟ بمبادئ. المؤمن الحقيقي يرفض عرض مرفوض، ده عرض مرفوض. انا عايز اتكلم النهاردة عن الخسارة الفادحة لو الانسان قبل عرض الشيطان وسجد لي، خر وسجد لي، خسارة فادحة. عايز اتكلم عن اربع خسارات فادحة مش ممكن انسان يقبلهم مؤمن ابدا، ولازم يرفض العرض ده. وفي الوقت نفسه عايز اقدم في خلال الاربع خسائر، عايز اقدم حاجة، انه في اربع اختيارات لو جلس الانسان مع نفسه وحسبها صح مش ممكن يقبل العرض ده. اربع اختيارات ثنائية، هنوضح الموضوع ده. اول خسارة لو الانسان خر وسجد للشيطان، اول خسارة هي يفقد رسالته، يبقى ملوش رسالة في الحياة. ايه رأيكم المسيح لما عرض عليه ان يخر للشيطان ويسجد للشيطان، لو كان قبل، وده مش ممكن يحصل، بنفترض لو كان قبل ان يخر للشيطان ويسجد عشان ياخد ممالك العالم، كان ما اتصلبش. هو جاي عشان يصلب، جاي عشان يفدي البشرية، ما كانش هيفدي البشرية وما كانش هيبقى فيه فداء ولا صلب. الرسالة، هيفقد الرسالة. المؤمن اللي يخر للشيطان ويسجد للشيطان لازم يفقد رسالته. ربنا خلقنا لينا رسالة على الأرض، انت مؤمن ابن ربنا، انت ليك رسالة، مش عايش وبس، لكن ليك رسالة. القديس بولس الرسول بيقول احنا لأجل اسمه، لأجل اسم المسيح قابلنا حاجتين، ايه؟ نعمة ورسالة. قابلنا نعمة وقابلنا رسالة. فاحنا لينا رسالة في العالم، رسالة نربح النفوس. وهنا الاختيار، قلنا فيه اختيار ثنائي في كل مرة. الاختيار الثنائي هنا انك انت يكون لك رسالة مع المسيح وتجمع نفوس وتخدم ربنا، يا اما رسالة مع الشيطان. ما فيش حاجة اسمها وسط. في واحد بيقول انا بص لا بجمع ولا بفرق، قال لا 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 لا، المسيح قانونه واضح، من لا يجمع معي فهو يفرق. انت بتجمع، مش بتجمع، انت بتفرق. وان كنت بتفرق يبقى انت بتخدم رسالة تانية. مين اللي بيفرق؟ الشيطان. يبقى انت بتخدم رسالة مين؟ الشيطان. فعليك انك انت تختار. لو جلس الانسان مع نفسه اختار ايه؟ اختار رسالة المسيح واقبل نعمة تساعدني ورسالة عظيمة، اما ان انا اقبل رسالة الشيطان اللي فيها خبث، اللي فيها يبيع الانسان ضميره، اللي فيها شر، اللي فيها سلب، اللي فيها نهب، زي داعش اللي بنسمع عنها دلوقتي. هم في الحقيقه عبدت شيطان. ليه؟ خروا وسجدوا للشيطان عشان يملكوا ايه؟ العالم. عاملين يتوسعوا في الارض بالقتل والسلب والنهب. ما هو ده اللي العالم ماشي بيه. ديماس كان بيتبع القديس بولس الرسول، بيخدم معاه، ليه رساله، شيء عظيم قوي. لكن يذكره القديس بولس الرسول باسف، يقول ديماس قد تركني. ليه؟ قال لانه احب العالم الحاضر، راح خر للشيطان وسجد للشيطان وبقى يخدم رساله الشيطان. طب ليه؟ هنا اختار ضاعت الرساله بتاعته. القديس بولس الرسول كان بيخدم اغراض شيطانيه وهو لا يدري عن جهل، يضطهد الكنيسة بإفراط، عمال يعمل شر، لكن اتقابل معاه المسيح له المجد وظهر له، حصل إيه؟ إن سجد له والمسيح سلمه له المجد رسالة، قال أنا ظهرت ليك لأنتخبك لتكون شاهد وتأتي بالناس من الظلمات إلى النور وإلى الإيمان الحقيقي. يبقى أول خسارة لو الإنسان خر للشيطان وسجد للشيطان وأغري بالعالم، هيفقد رسالته. تاني خسارة يا أحبائي هي خسارة الميراث الأبدي. لو الإنسان خر للشيطان وسجد للشيطان ومشي بمبادئ الشيطان، هنا هيخسر الملكوت الأبدي، هيخسر الميراث الأبدي. الكتاب بيقول إن إحنا لينا ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لأجلنا في السماوات.
بيتكلم يوحنا الرائع عن الميراث ويقول انه ثم رايت سماء جديده وارض جديده لان الارض الاولى والسماء الاولى قد مضت والبحر لا يوجد فيما بعد، وانا يوحنا قد رايت اورشليم نازله من السماء كعروس مزينه لعرسها. لينا ميراث ما لم تراه عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر. اذا اغري الشيطان، اذا اغري الانسان باغراء الشيطان وسجد للشيطان وخضع للشيطان عشان يملك العالم، مش ممكن بقى كمان هيملك السماء والامجاد السماويه. ما ينفعش، ما ينفعش يملك هنا ويملك هناك. يبقى هيخسر ايه الخساره الفادحه؟ يخسر الملكوت الابدي. وعايز اقول لكم ابائنا القديسين عاشوا على الارض كغرباء، قلبهم متعلق بالسماء. بيتكلم كتاب عن ابينا ابراهيم واسحاق ويعقوب، ويعقوب ابائنا القديسين كانوا عايشين في خيام كغرباء ونزلا على الارض، لم ينالوا الموعيد بل من بعيد صدقوها وحيوها واقروا انهم غرباء على الارض حاسبين ان لهم وطنا افضل. القديس موسى النبي بيتكلم عنه القديس بولس الرسول في الرساله العبرانيين 11 بيقول موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر. فكان قلبهم متعلق بالسماء. أما أبينا إبراهيم فربنا أعجب جدا من إبراهيم العظيم في الإيمان اللي لم يبخل بابنه الوحيد عنه. وبعد كده قال له يا ابراهيم انظر الى الارض التي امامك، ارض كنعان، انظر الى طولها وعرضها وشمالها وغربها، لك اعطي كل هذه الارض ولنسلك الى الابد. يا بلا مقابل، الواحد بيشتهي فدان طين ولا مكان صغير كده، ده بيقول له هدي لك ارض ما نقدرش يعني تجيب اخرها. ماذا فعل أبينا إبراهيم؟ راح ناظر لفوق، قال له أنا بقول لك انظر إلى هذه الأرض، راح ناظر لفوق. قال له أنت ناظر لفين؟ بتبص فين؟ قال له أنا ناظر إلى المدينة التي مؤسسها وبريها هو الله، ناظر إلى أورشليم السماوية. يعني عايز يقول له مش الأرض اللي تقنعني ولا الأرض اللي هي تغريني، أنا عاوز أخد إيه؟ أورشليم السماوية، المدينة التي لها الأساسات، يعني لها البقاء. الأرض ما لهاش بقاء، لكن هو أتعلق قلبه بإيه؟ بأورشليم السماوي. ونشوف القصص كتيرة جدا، قديس ماكسيموس وديماتيوس اللي سابوا أبوهم الملك وجم هنا يعيشوا في تجرد وفقر اختياري في عيشة رهبانية في برية شهيد. إيه؟ قلبهم متعلق بربنا وبالميراث السماوي مش ممتلكات الأرض. لكن نيجي أيضا يا أحبائي إلى الخسارة الثالثة. ماذا لو الإنسان خضع للشيطان وسجد للشيطان وأغري بالعالم؟ ماذا يحدث؟ هيخسر نفسه. طب المقارنة هنا بين إيه؟ بين حاجتين، العالم وكل ما فيه من ممالك، وبين النفس البشرية. على الإنسان يجلس مع نفسه ويحكم ويختار الاختيار الصح ويحسبها صح. أي نختار، العالم أم النفس؟ الكتاب المقدس قال آية واضحة جدا حلوة رائعة رائعة، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح إيه؟ العالم كله وعمل إيه؟ خسر نفسه. على الإنسان يجلس مع نفسه ويختار الاختيار الصحيح ويحسبها صح. أختار العالم، الشيطان بيغريني بالعالم، علي أن أختار بين العالم وبين إيه؟ وبين النفس. النفس هي أسمن شيء عند الإنسان، المسيح مات من أجل خلاص نفس الإنسان، فعلى الإنسان أنه هو يجلس مع نفسه ويختار الاختيار الصحيح ويحسبها صح. ويختار مين؟ ويختار الاهتمام بخلاص نفسه. عندنا قصة لوط اللي كان عايش في سدوم وعمورة، وبعدين يعني ربنا نوى أن يهلك سدوم وعمورة، فبعته ملكين وقال له
لا تقف في كل الدائرة، لا تنظر إلى الوراء، اهرب لحياتك. ولما تباطأ الملاكين راحوا شايلينه هو وزوجته وابنته خارج المدينة، لكن نلاقي امرأة لوط راح تبص الوراء. بص ليه؟ تترك المدينة، تترك الممتلكات، تترك الذهب، تترك الفضة. كانت أرض سدوم وعمورة زي ما بيقول الكتاب كجنة الله كأرض مصر. أسيب الأرض الجنة دي، أسيب، هي رمز للعالم، لكنها للأسف إيه اتعلقت ونظرت للخلف وصارت عمود ملح وماتت. ودي مثل وعبرة في الكتاب المقدس. وأخاب الملك الشرير، ملك ربنا اختاره واداله قصر وبقى رئيس على كل الشعب، ابتدى يبص لإيه؟ لبيت صغير. يعني القصر ده كله مش مال عينك، تبص لبيت راجل نابوت اليزرعيلي. راح يطلب من نابوت اليزرعيلي شراء البيت، قال له لا حاشا من قبل الرب، ده ميراث من ابائي، ده عزيز عليا، ما اقدرش ان انا افرط فيه. فرجع زعلان ومغموم. فاذا بالملكه الشريره تقول له مالك زعلان، مالك مقدر ومكمل ليه؟ قال لها الراجل نابوت الاسرائيلي مش عايز يبيع لي البيت، انا عايز اوسع القصر كده واخد حته زياده. قالت له سيب لي الموضوع ده. وعملت ايه؟ سجدت للشيطان، خرت وسجدت للشيطان ومشيت من مبادئ الشيطان. ادعت كذبا وزورا ان هو جدف على الله وعلى الملك والحكم يستوجب الرجم والقتل، وجابت شهود زور. كل ده خرور للشيطان، كل ده سجود للشيطان. وكانت النتيجة انه مات نابوت اليزرعيلي البريء. كل ده لانهم طمعوا في محبة العالم وممتلكات العالم، ومشوا خضعوا للشيطان. فهنا نشوف النهاية ان هم ماتوا موتة بشعة. إلي النبي اعلن قضاء الله وقال له هل قتلت وورثت يا أخاب؟ في نفس المكان اللي مات فيه نابوت أنت تموت والكلاب تلحس دمك. الخسارة الرابعة الأخيرة، وهي أخطر أخطر خسارة لا يمكن يتحملها الإنسان، إيه هي؟ خسارة الرب نفسه. اللي هيقبل عرض الشيطان وهيخضع للشيطان ويخر ويسجد للشيطان ويمشي مبادئ الشيطان، النتيجة أنه يخسر أعظم شيء في الوجود، الرب نفسه. الاختيار هنا في هذا العرض هو أن يختار الإنسان بين الشيطان والرب نفسه. في عرض الشيطان هنا اختار بين الاثنين، يا تختار ربنا يا تختار الشيطان، يا تسجد للشيطان وتخر للشيطان وتمشي بمبادئ الشيطان، يا إما تمشي بمبادئ ربنا، يا إما تخر وتسجد للرب. لما الشيطان بيقول للمسيح لك أعطي جميع هذه الممالك إن خررت وسجدت لي، ماذا أجاب المسيح؟ الرب. قال له لا، ده مكتوب للرب مش للشيطان، للرب. يبقى في شخصيتين هنا، الشيطان والرب. على الإنسان يجلس مع نفسه ويحسبها صح، هل يقدر يخسر الرب وياخد الشيطان؟ هو ده الخسارة الأخيرة، هي أكتر خسارة، خسارة ربنا. محدش يقدر يخسر ربنا، ده هو كل شيء في الحياة، به نحيا ونتحرك ونوجد، وهو عن كل واحد منا ليس ببعيد. نشوف يعني قصة في تاريخ الكنيسة عن الوالي مرقس ووالي البرولوس أبو القديسة رفقة. إزاي أبو القديسة دميانة، أبو القديسة دميانة، إزاي إن هو ضعف في الإيمان، الإمبراطور ضغط عليه قوي وقدم له عروض كبيرة هيكبر من شأنه ويديله ممتلكات، بس ينكر المسيح ويتعبد للعبادة الوثنية الشيطانية. ماذا فعل؟ للأسف ضعف في الإيمان وساب الإيمان بالمسيح رغم مسيحي،
ساب الإيمان بالمسيح وراح إيه؟ يبخر الأصنام ويخر ويسجد للشيطان. مين اللي عرفت القديسة دميان؟ لما عرفت راحت وبخت أبوها، قالت له أنا كنت أحب لي أسمع خبر موتك، لكن ما اسمحش أنك أنت تروح تتعبد للشيطان وتخر للشيطان وتسجد للشيطان. عشان إيه؟ ممتلكات أرضية، عشان إغراءات أرضية، تترك الرب، تترك المسيح. يعني جبني واحد في العهد القديم قادم من قضاة بني إسرائيل اسمه جدعون، قام باكرا وهدم مذبح البعل، مذبح الشيطان اللي بيبخروا ليه، وراح بنى مذبح جديد للرب. هو ده اللي احنا عايزين نعمله، اي حاجة تبع الشيطان نهدمها. مفيش طاعة لينا للشيطان، ولا خضوع ولا سجود، ولا نمشي بمبادئه، ولا نحمل رسالته. احنا اولاد ربنا نحمل رسالة المسيح، وعايزين الرب. واحدة سألت من الرب أن أسكن في بيت الرب لكي أتفرس في جمال الرب، أنظر جمال الرب وأتفرس في هيكله. هو ده اللي يهمنا ربنا. إذن لو الإنسان خضع وخر وسجد للشيطان ومشي بمبادئ الشيطان، هو مش هيملك العالم، لأنه الشيطان كذاب، ده مجرد إغراء وأمور وقتية قليلة، لكن هيخسر أربع خسائر: خسارة رسالته، خسارة نفسه، خسارة الملكوت الأبدي، خسارة الرب نفسه. لو الإنسان جلس مع نفسه جلسة هادئة وحسبها صح، مش هيقبل عرض الشيطان، إنه عرض مرفوض. ربنا يدينا نعمة وبركة، ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد.